عبر قناة أبوظبي الرياضية، ومن هنا من هذا الميدان عاصمة الميادين، وفي هذا اليوم المميز وفي انطلاقات حول أصحاب السمو الشيوخ الذي انطلقت في هذا المساء الرائع، وكما شهدنا الأسماء الجميلة وشهدنا الذيبة التي فازت بناموس أول أشواط هذا المساء لتحقق هذا الناموس وتهديه إلى حقن الرئاسة وإلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بتوقيت وقدره 12 دقيقة 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحقن الرئاسة والتهنية إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نبدأ بالجولة الثانية ونبدأ بانطلاقات الحول المحلية الأصايل التي تنطلق في شوطنا الخامس، ونسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط لتتقدم الشاهنية لحقن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري. أبو ذياب يتقدم هذا الجموع الغفيرة ويقدم لنا الشاهنية بالمركز الأول، بينما المركز الثاني بالوجود من بنت سوقان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع المضمر عبد الله بن سالم المسافري على المركز الثاني، بينما الوصول إلى ثالث المراكز والتقدم أيضا على ثالث المراكز من الوثبة لحقن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي، ولكن القدوم هناك من الجانب الآخر والتقدم في هذه اللحظات الرائعة والجميلة والمتميزة. هناك نهب من تتقدم في هذه اللحظات بشعار حقن الرئاسة مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المقدم والمتقدم في هذه اللحظات. الله 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 يا هذه الأسماء المتقدمة. المركز الخامس، هنا الوصول من بنت سوقان على خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم المسافري من يضمرها، ولكن المركز السادس هناك عجيبة تتقدم في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. والمركز السابع هناك هملولة لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي الواصل على المرتبة السابعة، بينما المركز الثامن هناك وصلت على المركز الثامن في هذه اللحظات اصطيحة لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم وسلطان بن سيف بن سلطان المقبالي من يضمرها، ولكن الغتوم أيضا على التاسع المراكز دكتورة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير، بينما المركز العاشر في هذه اللحظات الاقزيل وصلت لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى مطيوعي من يقدمها ويضمرها، ولكن لا بد من العودة إلى المركز الأول، لا بد من العودة إلى صدارة هذا الشوط وإلى الشعار الحمر الخطر الذي يرفرف في سماء الإبداع. هناك معنى هب المتصدرة في مقدمة هذا الشوط. الله يا نهب هنا بالمركز الأول لحقن الرئاسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن المركز الثاني هي الواصل الوثبة لحقن الرئاسة مع المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي، وتقدم المستحيل برفقة هذا الشعار شعار حقن الرئاسة
مع الشاهنية الواصلة إلى ثالث المراكز. هنا الشاهنية لحقنا الرياسة مع المضمر. هنا محمد بر راشد بن محمد بالسم المنصوري الواصل في هذه اللحظات والمتقدم إلى المركز الثالث. المركز الرابع وصلت وتحركت هناك بنت سوقان الواصلة مع هنا بشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي هو من واصل في هذه اللحظات إلى المركز الرابع وخامس. المراكز هملولة لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي وصل في هذه اللحظات وتقدم إلى المرتبة الرابعة، بينما هناك الوصول إلى سادس المراكز. بنت سوقان هي الواصلة إلى سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن سالم المسافري. ولكن نبغي نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نبغي نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، ما بين الوثبة وما بين الوثبة وما بين نهب والوثبة والواصلة إلى ثالث المراكز الشاهنية. هنا كلها بشعار حقنا الرياسة الحمر القطر الذي إلى الناموس يمر ويعبر. هناك المقدمة ما زالت مع نهب هي بالمركز الأول وبصدارة هذا الشوط. الله 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 الله، المقدمة مع نهب لهجن الرياسة مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيري الواصل بقوة إلى صدارة هذا الشوط والمتميز دائما وأبدا في انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ الواصل بالمركز الأول، بينما المركز الثاني فهي الوثبة أيضا لهجن الرياسة مع المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثالث وصل هذا الشعار شعار الذيبة وشعار الأسماء القوية والرنانة. هنا يصل في هذه اللحظات تصل الشاهنية لهجن الرياسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. الله 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 يا هذا الشوط قويا منذ البداية. هنا في هذه اللحظات مع المنعطف الخطير ونهب ما زالت في المركز الأول. نهب من نهبة المراكز، مركز تلوى مركز، هي بالمركز الأول في هذه اللحظة وما زالت متمسكة بالصدارة، ما زالت متمسكة بالمركز الأول. هناك نهب، يا هذا الاسم القوي، يا هذا الاسم الرنان، يتواصل في مقدمة هذا الشوط مع شعار هجن الرياسة الذي دائما يرفرف في سماء الإبداع، دائما يرفرف في سماء التحدي والانطلاقات. هنا مع المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي وتحركت الشاهنية، تحركت لهجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري وأيضا هملولة القادمة في هذه اللحظات والمتقدمة بقوة فائقة. هنا لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مقدمها في هذه اللحظات. الله، وبدأ الرقص وبدأ الانطلاق وبدأت الشاهنية بالمركز الأول، استلمت المقدمة، استلمت الصدارة مع الكيل الأخير، الكيل الخطير روح
الروحية الشاهنية وعين الله ترعاكي. روحي بالمركز الأول هنا لحقنا الرئاسة وراشد بن محمد بن سمى المنصوري المتقدم حتى هذه اللحظات، ولكن تحركت نهب إلى ثاني المراكز ووصلتكم نهب على ثاني المراكز لحقنا الرئاسة. هنا المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي، اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة، ولكن الشاهنية ما زالت بالمركز الأول، ما زالت بالصدارة، ما زالت بالمقدمة. راحت بالمركز الأول وانطلقت انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس هنا مع اللحظات الأخيرة الواصلة إلى ثاني المراكز. بنت وقال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع المضمر عبد الله بن سالم المسافري، ولكن وين الشاهنية؟ هي بالمركز الأول، هي بالصدارة، هي بالمقدمة، هي بالمركز الأول مع منطقة الثيل أمام المقصورة الرئيسية. راحت بالناموس وراحت بالتهاني وراحت بالفوز. تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة، تهانينا لحقنا الرئاسة، والتهنية إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سمى المنصوري. بينما وصلت إلى ثاني المراكز هناك بنت سوقان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمركز الثالث هناك وصلت إلى ثالث المراكز صديح لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم وسلطان بن سيف المقبالي. بينما المركز الرابع وصلت فيه هناك الغزي لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. والمركز الخامس إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء نعود ونهني شعار حقنا الرئاسة على هذا الفوز، وثانية إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سمى المنصوري، والتوقيت الزمني 13 دقيقة بدون ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما وصلت إلى ثاني المراكز وصلت على ثاني المراكز بنت سوقان لسمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد آل مكتوم، والتهنية لعبد الله بن سالم المسافري، والتوقيت الزمني 13 دقيقة ثانيتين وجزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث الوصول إلى ثالث المراكز هي نهب لهقنا الرئاسة، والتهنية إلى المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الأخير ل 13 دقيقة 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.